بنتكلم معاكم عن الموضوع الأخير في حلقتنا النهاردة من هذا الصباح، طبعا استعدادا لموسم الأعياد. بيكون في الحدائق والمتنزهات بتستقبل الجميع طبعا لفترة الأعياد والقضاء وقت ممتع في هذه الأيام. من أشهر الحدائق طبعا اللي بتستقبل الجميع في هذه الفترة حديقة الحيوان، حديقة الأرمان، وحديقة الأسماك، واللي تم بالفعل استعدادات خاصة فيهم وتم أيضا تطويرهم بشكل كبير. خلينا نتابع أكثر عن تطوير هذه الحدائق واستعدادها لاستقبال الأعياد. معانا دكتور محمد رجائي رئيس حديقة الحيوان. دكتور محمد صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا وكل سنة وحضرتك طيب. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المشاهدين، وكل سنة حضرتك طيبة ومصر كلها طيبة إن شاء الله يا رب. دكتور محمد خلينا نتكلم عن حديقة الحيوان تحديدا، يعني من أبرز وأشهر الأماكن اللي بنكون حريصين إن احنا نزورها في الأعياد والمناسبات، إزاي بتستعد هذا العام لاستقبال الجماهير؟ والله بطمن حضرتك طبعا إنه يعني برضه الحقيقة حديقة الحيوان طبعا كثير قوي من الأسر المصرية بتبقى يعني مقصدها حديقة الحيوان في الأعياد، وإحنا طبعا بنهنئ الإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد، وبنهنئ برضو مصر كلها بفترة الأعياد، وطبعا بدخول عيد الأضحى أو عيد الفطر المبارك. كل سنة ومصر كلها بخير. طبعا إحنا الحديقة كعادتها يعني تستعد في محورين أساسيين، يمكن محور أول هو يعني مظهر الحيوانات في العرض واستكمال المجموعة الحيوانية واستخدام حيوانات جديدة، وأنا بطمن الناس إن الحديقة فعلا يعني فيها أهم الحيوانات اللي الناس بتبقى حباها زي الزراف، ويمكن وزارة الزراعة الفترة اللي فاتت يعني الحقيقة دعمت الحديقة بشكل كبير جدا، ويمكن في متابعة من معالي وزير الزراعة يومية للحديقة، ويعني الدعم الكبير ده أسفر إن احنا برضه قدرنا نجيب كتير من الحيوانات الفترة اللي فاتت، ويمكن الجديد في تسجيل الحيوانات ان هو يعني بدون اي اعباء ماليه، احنا عملنا خطه اكثار للحيوانات اللي موجوده عندنا، والزياده دي استغلناها ان احنا نجيب حيوانات من كانت بتكلف تكلفه عاليه جدا، النهارده الحمد لله اصبحت بدون اي تكلفه تقريبا. جبنا الزرافه الفتره اللي فاتت، جبنا النمور البنغاليه، جبنا سبع البحر، وايضا الدب الروسي، مجموعه كبيره من الزواحف، مالينا بيت الزواحف الحمد لله بقى. يعني الحقيقه انا شايف المجموعه الحيوانيه كلها مكتمله، ويمكن برضه معالي الوزير افتتح يعني برضه مشروع مهم جدا هو حديقه الحيوان المفتوحه، ودي بتتيح تفاعل مباشر بين الزائر وبين الحيوان، يقدر ياكله ويقدر يتصور معاه، وبعض برضه الطيور الاليفه والدغبنات اللي بقى لونها جميله، كل ده موجود في حديقه الحيوان المفتوحه. كمان احنا عارفين انه في يعني اضافة لوحات استرشادية بشكل معين، يعني طبعا حديقة الحيوان مساحة كبيرة جدا وفيها اقسام كتير متنوعة، فبيكون من الصعب على الزائر ان هو ينظم وقته اثناء زيارته للحديقة. ازاي قدرتوا ان انتوا يعني تسهلوا زيارة الموجودين من خلال لوحات استرشادية مختلفة؟ بالظبط، ده مهم جدا، ده بقى بقول لحضرتك ده يمكن المحور الثاني اللي هو خدمات الجمهور، ازاي الجمهور يقدر يقضي يوم سهل وممتع داخل الحديقه. احنا عملنا طبعا تجديد للوحات الارشاديه اللي موجوده داخل الحديقه، عملنا برضو تسهيلا على الساده الزائرين خدمه الطفطف وخدمه العربيات الجولف كار، الناس تقدر تقضي برضو تستخدم الجولف كار او الطفطف في تنقل داخل الحديقه. يمكن في برضه مدينه ملاهي متكامله داخل الحديقه، عربات تصادميه، في بدلات نهريه، يعني الناس تقدر تقضي يوم متكامل داخل الحديقه والاستمتاع بالخدمات الترفيهيه اللي موجوده داخل الحديقه، فده يمكن حاجه برضه عملت جذب كبير للجمهور، الناس تقدر تقضي يوم متكامل وامن. وطبعا بيبقى في الاعياد الحقيقه تنسيق كامل مع الساده ضباط مديريه امن الجيزه، طبعا بيبذلوا جهد كبير جدا معانا، لهم كل الشكر طبعا على الجهد اللي بيبذلوه في تامين الزائرين، وايضا بيبقى في تنسيق مع مرفق الاسعاف، بيبقى في عربيتين اسعاف داخل الحديقه، الدفاع المدني والحريق برضه خاص بوزاره الداخليه، بيبقى في برضه عربيتين اطفاء موجودين، فالحقيقه الناس بتقضي يوم امن ومتكامل داخل الحديقه، ما فيش اي حاجه يعني بتغلبهم، فالحمد لله احنا مستعدين استعداد كامل لاستقبال الساده الزائرين.
طيب دكتور محمد، كمان عايزين يعني نوعي كل الزوار اللي بيزوروا حديقة الحيوان، المكان الجميل جدا ده، والحقيقة اللي بيستمتع بيه كمان تحديدا الأطفال، ازاي ان هم يقدروا يحافظوا على الحديقة وزي ما زاروها وهي في شكل يعني جميل ومنظم يقدروا يسيبوها وهي كمان بنفس الشكل؟ طبعا بشكر حضرتك، يعني فعلا ده مهم جدا ان احنا بنطلب من السادة الزائرين دايما ثلاث حاجات مهمة قوي. يعني الحاجة الأولانية اللي هي يعني المساعدة، الحديقة دلوقتي تمتاز بالنظافة المتكاملة، هي الحديقة نظيفة جدا وعلى مدار اليوم، وإحنا بنطلب من السادة الزائرين مساعدتنا في الحفاظ على نظافة الحديقة، إن إحنا ما نرميش حاجة في المسطحات المائية اللي موجودة بالحديقة أو في الطرق بتاعة الجنينة، عشان ده برضو يعني نجمع مكلفاتنا كده ونرميها في أقرب صندوق يمامة وما أكثرها داخل الحديقة. ايضا ان برضو نحافظ على الاثار، يعني الاثار مهمه جدا، حديقه اثريه لها اماكن اثريه وتاريخيه مهمه جدا، نرجو ان الناس برضو تتعاون في الحفاظ على الاثار، ما نكتبش على الاثار، ما نتسلقش الاثر، لان ده بيضر الاثار وده بيعرض برضو المواطن الى يعني العقوبه القانونيه، لان فعلا ده مهم جدا، احنا بنحافظ على الاثار بتاعتنا، فنرجو الناس تحترم اثارنا وتاريخنا، ده شيء من جزء من تاريخ مصر. الحاجه الثالثه التعامل مع الحيوان يكون طبقا لتعاليم الرفق بالحيوان وتعاليم اديان السماويه، ونكون من خلال الحارس المخصص للحيوان، هو الراجل ده قادر او مدرب على ان هو يعني يحافظ على الحيوانات اللي موجوده داخل الحديقه، وايضا يحافظ على الزائر نفسه من برضو بعض الحيوانات الشرسه اللي موجوده داخل الحديقه. صحيح. فنرجو ان احنا بس يكون التعامل مع الحيوانات من خلال الحارس المخصص. صحيح. دكتور محمد رجائي رئيس حديقة الحيوان، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل عام وكل المصريين بخير دايما، وأكيد كل الأماكن والمتنازهات مفتوحة وبتستقبلنا طوال أيام الأعياد، يا رب دايما أيامنا خير وسلام وأعياد. بكده انتهت حلقتنا النهاردة من هذا الصباح، بنشكركم على المتابعة، وغدا يتجدد اللقاء، حلقة جديدة وأخبار وموضوعات وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.